بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم ألف خير، الله يتقبل طاعتكم، رمضان كريم على الجميع. بداية بتشكر الدكتور مازن دوماني على هالمجهود الرائع والكبير جدا 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 جدا، بتشكره فعلا. هو عم يساوي خدمة للعلم، خدمة لنشر العلم. شكرا جزيلا، الله يجزيك عنك الخير. بطلب من دكتور مازن حنتكلم اليوم، طبعا هي المحاضرة بدها كتير محاضرات حول هذا الموضوع. حنتكلم جزء أول عن موضوع الانثقابات الجذرية، انثقابات مفترق جذور، ماهية نجاحها، ماهية علاجها، ونشوف كم حالة سريرية وكم فيديو بهالموضوع هذا. طبعا الانثقاب لما بده يكون في انثقابات انواع كثيره. اول شيء هي في انثقابات ناتجه عن عمل الطبيب، وهي هي النسبه الاكبر صراحه. هي ممر بين القناه السنيه، القناه الجذريه، الى الممر حول السني، الانسجه الرباطيه، الانسجه العظميه. وهي معظم الانثقابات الجذرية هي ناتجة عم تكون للأسف الشديد عن الطبيب، عن فشل المعالجة اللبية. نشوف صورة مثل هيك مثلا، يعني عدم إلمام المريض بالموضوع، بتشريح القناة الجذرية بالأكسس كافيتي، أحيانا ترميمات كبيرة جدا بتساوي هذا الموضوع، خاصة بالأسنان الأمامية. الأسنان الأمامية الأكسس كافيتي فيها كتير صعب، يعني بده خبرة شديدة جدا بهذا الموضوع. الأكسس كافيتي للأسنان الأمامية، إحنا بعد ما ندخل بشكل عمودي على السطح الحنكي، على البالاتال سيرفيس، بدنا نساوي شيء اسمه تساير بين السملة تبعيتي والمحور الطولي للسن. وإذا ما ساوينا هذا الموضوع، برجع بقول بين المحور الطولي للسن وليس السطح الحنكي، لأنه أحيانا بيكون السن في فتلان فيه، وهذا الشيء اللي عم نشوفه نحن أحيانا بهي الحالات اللي عم تصير معنا. برجع بقول الاستخدام الخاطئ للطبيب هو اللي عم بيساوي معظم الانثقابات الجذرية. النخور الكبيرة بتساوي انثقابات جذرية، الامتصاصات الداخلية والخارجية بتساوي امتصاصات كبيرة. هاي حالة من حالات الامتصاصات الداخلية والخارجية التهابيا. هذا طبعا هذا السن غير قابل للترميم، أنا ما كتير بحب رمم هيك أسنان، لكن عفوا، لكن بطلب من المريض، ويعني قلت له انه نسب شفائه قليله كثير. طبعا نسب العلاج عليك كطبيب، اما نسب الشفاء هي هذا بايد الله مو بايدنا احنا. لازم نفهم المريض باي حاله بهيك حالات انه في نسب علاج او طريقه العلاج، وفي نسب شفاء. نسب الشفاء هي اللي احنا عم نساويه، طبعا عبيناها مواد حيويه فضل الله. يعني هذا بعد 5 سنوات في عندي، زي ما نشوف احنا في عندنا شفاء للانتان اللي كان موجود. حالة كانت حالات صعبة اللي انا كتير بحبها صراحة. هلا في عندنا نوعين من الانثقابات، انثقابات تاجية بنسميها نحن، وانثقابات جذرية. هلا انثقابات تاجية بدنا نعرف نحن نسب الشفاء ونسب الفشل بهالموضوع هذا. انثقابات تاجية اللي هي في عندي فوق القنزة العظمية، فوق المستوى العظم وتحت مستوى العظم، يعني تحت الحجر اللبية باتجاه الجذر وفوق الحجر اللبية باتجاه التاج. طبعا باتجاه الحجر باتجاه التاج السن، انثقاب إذا كان فوق الحجر اللبية، طبعا هذا نسب شفائه جيد جدا، لأنه ممكن ترممه أنت مو شرط بمواد حيوية ببايو ماتيريالز، ممكن ترممه بأيا كان، الحشوة، الكومبوزيت، جلاس انامير، ساندويتش تكنيك، امالجام، يعني بغض النظر عن ماهية المادة. اما الانثقابات الحاصلة بعد حشو يعني بالقناة الجذرية، وهي هي المشكلة عندنا اياها، القناة الجذرية كتير مشكلة كبيرة. تقسم 3 اقسام، تاجي، متوسط، ذروي، اكثرها نسبة في الشفاء
والبقاء الثاني هي سلسلة الانتقابات الحاصلة في سلسلة ذروي للقناة الجذرية. طبعا بيستغرب الواحد هذا هو، لأنه ممكن تلجأ لموضوع الجراحة الذروية المجهرية، أما بالقسم التاجي أنت صار فت الموضوع القسم التاجي للقناة الجذرية، فت الموضوع قلع ممكن أو بتر جذر، وهذا كتير مهم. لاحظوا هالحالة هي اللي جاي معنا، احنا آفة ذروية كبيرة، لاحظوا هي بعد العلاج الجذري. طبعا هذا اللي عم نحكي احنا بعد حشو القناة، للأسف الشديد بعد ما حولت الحالة وتم العلاج. لكن المشكلة عندي دوما بالترميم النهائي، طبعا هذا الترميم انا عملت له فولو اب للآفة الذروية عندنا. لاحظ الآفة الذروية بالذرويا في شفاء كامل تقريبا الآفة، لكن المشكلة بالسكرو كان موجود، السكرو هاد البرغي رجاء ما حدا يستخدمه للأسف الشديد، يعني عم يساوي مشاكل كتير كبيرة. أو معرفة المحور الطولي للسن صار انثقاب، لاحظوا الآفة المفترق جذور اللي صارت وهي ناتجة عن هالسكرو هاد، تم إزالة السكرو. وهي الحالة بعد حوالي شي سنة ونصف من الانثقاب من علاج الانثقاب الناتج عن السكرو عن البرغي. يجب أن نحن نعرف هذا الموضوع. في يعني طبعا هذا هي الحالة كانت الانثقاب المفترق الجذور أو بداية القناة الجذرية كان أقل من 2 ميلي، وهذا الشيء كتير ضروري. طبعا لازم نعرف أنه تأمين الطريق المستقيم والآمن المنطقة الذروية هو الهدف الرئيسي في فتح الحجرة، لكن نحن إذا ما أمنا الرفوف السنية بالحجرة الربيع بشكل صحيح ممكن يؤدي إلى انثقابات داخل الحجرة. موضوع ثاني هو موضوع مثل ما قلنا سوء توجيه السنابل، المحور الطولي الخاطئ للسن. إذا بنلاحظ هون نحن هي الأسنان الأمامية، طبعا احنا ممكن ندخل بشكل خاطئ دهليزيا، ممكن لا مو ندخل بشكل خاطئ، ممكن هو موضوع فراغي. الفراغيان ممكن تكون انت بجانبيا، احنا نشوف صورة هون جانبية، لكن هي قد تكون دهليزية الانثقاب وليس جانبي، لكن انت عم تسقط ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد تطلع الصورة معنا هيك. هذا سوء توجيه خاطئ للسملة أثناء فتح الحجرة. عشان هيك يجب الإضاءة بشكل كتير كبير، التكبير الأشعة، ما عندكم قدرة موضوع نشتغل على الميكروسكوب، لا تنسوا موضوع اللوب، اللوب كتير ضروري، ضروري جدا بهالحالات هي، وخاصة عند علاج الانثقابات. لاحظ المدخل غير المناسب أو الطريق غير المستقيم وغير الآمن للمنطقة الذروية. لاحظ هم بنساوي احنا اول انحناء وثاني انحناء، هذا الانحنائين هي هذا في مشكله عندي. اما اذا انا فت فيه بشكل عمودي بعد ما اقيم الرفوف السنيه بعد بخفف، بيروح معي الانحناء الاول التاجي وكمان بيخف معي الانحناء الذروي، وهذا كتير ضروري اثناء العلاج. لاحظ انا لما بدي اشتغل بادوات مكسوره لاحظ الانثقاب اللي بصير، لانه انا ما اتخذت الطريق الصحيح في هذا الموضوع. برجع بقول الروبر دام هو أهم مرحلة في هذا الموضوع، عزل السن، عزل السن، لا تشتغل بدون الإضاءة، بدون تكبير وبدون عزل، إضاءة وتكبير وعزل. طبعا عندي أنا أمور أساسية بعلامات مبكرة الانثقاب. أول شيء ألم هيك أثناء العمل، في ألم مفاجئ بصير عندي أنا مع أنه التخدير لساته موجود، في نزف شديد جدا، بحس المريض بطعمة مو هو لو تحت روبر دام بيطلع عن طريق الأنسجة الرباطية، إذا كنت عم تغسل بصوديوم هيبوكلورايت. بالإضافة إنه إذا أنا موضوع شعاعيا ببين معي هذا الموضوع لما أحط المبرد صبر شعاعيا. طبعا أنا برجع بقول الإنذار العام للسن يقيم عن طريق موقع وحجم الانثقاب وإمكانية ترميمه، إذا السن قابل للترميم ولا لا. برجع بقول الأسنان غير قابل للترميم أنا مالي بصدد إني ما علاجها طبعا إلا بضغط شديد جدا من قبل المريض، وخاصة نحن الوضع البلد عندنا المريض عم يحاول يحافظ على السن تبعيته بقدر الإمكان بأكبر قدر ممكن من الإمكانية.
طبعا سن مثل هاد سن كبير جدا، آفة ذرويه، آفة مفترق جذور. للأسف يعني هذا السن هاد معالج لبيا، يعني انت بتفتح بعد ما فتحت لقيت انه هذا جزء من الكوتابركا مع زنك اوكسيد وجينول. للأسف يعني هذا الموضوع، للأسف الشديد هذا علاج اسنان، تضريت المريض انت ما فتته. عالجنا عن طريق الام تي اي ومع المواد الحيويه، عالجنا الانثقابات كلها الحمد لله. بعد سنوات كان في شفاء كامل للآفة وبقاء السن. طبعا انا مع انه يعني برجع بقول السن ما بحب اعالجه الا اذا السن قابل للترميم، لكن بفضل الله. طبعا صور السي بي سي تي كثير بتفيد بهي المواضيع، الحمد لله بهيك الحالات ما كان في انثقاب صفيحه دهلزيه او لسانيه. برجع بقول بموضوع الانثقابات مشان نحن نشوفها فوق الحجره اللبيه او مفترق الجذور وتحت الحجره اللبيه باتجاه الجذر. هذا الموضوع كتير ضروري. طبعا بنلاحظ حالة مثل هيك، في عندي أنا مشكلة بمفترق الجذور، الأسنان، هذا هو السن ما قبل العلاج. لاحظ الأمر، بعد ما عالجناه عملنا تاج، وطبعا مو أنا اللي بعمل تيجان لكن الدكتور نفسه، وشفاء كامل الآفة الذروية إذا بنلاحظ هالموضوعات. طبعا الانثقابات هي مباشرة وشريطية. في عندي أنا دوما بالحالات تبعيتي في عندي الدينجر زون بالجذر، وفي عندي السيفتي زون. طبعا الدينجر زون هي المنطقة من الجذر اللي باتجاه الانثقاب باتجاه المفترق الجذور، أما السيفتي زون هي باتجاه الخارج. وهذا عشان هيك انا لما بدي اشتغل بموضوع كتير ضروري، هذا الموضوع باني انا اشتغل باتجاه الخارج وليس باتجاه الدينجر زون. انثقابات شريطية ناتجة عن ادوات مكسورة كتير كبيرة، لاحظ حاول اشتغل فيها ما قدر، صار في عنا كومبلكس كيس، يعني الموضوع صار عنا كتير كبير. يعني انا لو بتجيني الحالة من قبل ما يحاول فيها المريض بيني زيل الادوات وهو الافضل صراحة. حاول فيها سواء افات، عبينا المادة بايو ماتيريالز، عملنا تجاوز الاداة وعالجنا السن بفضل الله علينا، بانه صار في الحمد لله الفايبر بوست محطوط بطريقة صحيحة كمان من قبل الطبيب المعالج، وهي الحالة بعد سنتين ونيف من العلاج. حالة مثل هيك مثلا انثقاب شريطي ناتج لأنه هو ما قدر يثني المبرد، انثناء المبرد ضروري جدا قبل دخول أي مبرد. ذروة المبرد الدي 0 والدي 1 دي 2 للمبرد لازم ينحنوا انحناء بسيط. صابت آفة ذروية كبيرة إذا بنلاحظ، ولاحظ هون يعني هو عامل زنكوسايدوجينول وطالع معه زنكوسايدوجينول هون. عالجنا السن بعد اكتشاف الأدوات بعد القناة الثانية والانثقاب، الحمد لله بعد سنتين ونيف من العلاج. ضروري عم نسقط هاي الحالات عشان نعرف نحن كيف بدنا نعمل على عدم او تجنب هاي الانثقابات. هاي عند وجود قناة جذرية منحنية يجب انه نحن نساوي شيء اسمه انحناء المنطقة الذروية للسن. طبعا هاي الحالة هلا في عندي انا انثقابات تحت النص ميلي واكثر من نص ميلي. طبعا انثقابات من نص لواحد ميلي، من واحد لاثنين ميلي وفوق اثنين ميلي. طبعا انا بحكي من باب النسبة، نسب الشفاء علميا، طبعا الباقي بيد الله مثل ما حكينا الشفاء بيد الله عز وجل، لكن علميا من نص لواحد ميلي هو انزال جيد جدا، يعني فوق 70% اذا كان مترافق مع آفة ذروية. طبعا من 1 ل 2 ميلي 50 ل 60 بالمية، من 2 ل 2.5 ميلي طبعا تحت ال 50%، فوق 2.5 ميلي انذار سيء ما كثير انا بحبذ علاجه، لكن مع ذلك هلا بشوف حالات مع بعضنا بهذا الموضوع. المادة المثالية لهالموضوع هذا هو الـ MTA، ما حنتطرق لموضوع الـ MTA، لكن مشكلة الـ MTA هي تصلبها بدها 3 ساعات تقريبا لتصلب الـ MTA، معناتها أنت بدك جلسة ثانية لهذا الموضوع.
عشان هيك البايو سيراميكس البايو دنتين كتير فعالي بهي الأمور. الحالة هي مثلا شوفوا هالحالة هي عنا انثقاب كبير جدا هون، تم تعبئته كله بالام تي اي، حتى كان السيلر الموجود داخل القناة هو بايو ماتيريال. يجب نحن عنا هون لازم نفهم أثناء الغسل والإرواء إنه نحن لو غسلنا بالصوديوم هايبوكلورايت، لكن بده يكون تركيز نص بالمية، ندير بالنا من موضوع الحلالية النسج الرباطية الناتجة عن الكلور اللي تركيزه 5.25%، من نص لواحد بالمية، حتى لا تعمل 1%، نص بالمية. هلا عندي هون شان أنا الكلور شان حل النسج العضوية الناتجة الموجودة بالبلب. هلا عندي كمان موضوع قطع الجراثيم، بقى يفضل في هيك حالات انه يتم الغسل بالهيكسيدين كلورايد 2% في اخر غسله للقناه الجذريه. حاله مثل هيك مثلا لاحظ هون مفترق، بتشوف حاله مثل هيك بعد انا عندي مشكله مفترق جذور اكيد، يعني القناه ليست الافه ليست ذرويه، قناه الافه مفترق جذور في عندي، يعني قبل ما اشوف حالي انا ك تشخيص حالي في مفترق جذور. طبعا ساعد الموضوع هذا باني انا موضوع هذا بموضوع سريريا صبرت بالقمع كنت أمريكا وصورنا، لقينا فعلا الموضوع مفترق جذور بعد ما فتحها تحت المجهر، لاحظ الانثقاب الموجود هون. وهي الفيديو تبعيتها مرافق للحالي. طبعا الحالة ما حكينا سريريا في عندي انثقاب، في نسوج لبرا كان. طبعا بعد ما كشفنا الانثقاب اللي هو كان الدينجر زون مثل ما حكينا، وهي الدينجر زون اللي حكينا عنها، لاحظ الدينجر زون هون، هي الدينجر زون هون، عندي السيفتي زون الخارجية هي باتجاه المفترق، حطينا كالسيوم هيدروكسيد طبعا مشان الخراج مشان الأعمدة الدموية، وهي هي بعد العلاج، وهي بعد 9 شهور العلاج، وهي الحالة قبل وهي الحالة بعد. الـ MTA لازم مثل ما حكينا مشكلتها بتصلبها لازم الختم بمرحلتين، مرحلة الـ MTA ومرحلة الثانية هي الفاينل فيلينجز مع أي شيء بدك تساوي. الحالة هي مثل ما حكيناها قبل بدها تتعبى تعبئة كاملة طبعا بالبايو ماتيريالز مشان نقدر نحن نسيطر على الموضوع الإنتاني اللي هو البايو ماتيريالز. طبعا هي قلويا الإنتان هو عبارة عن حمض، أنا عم ساوي تعديل أوساط حمضية مع قلوية. في بعض الحالات الجراحية اللي احنا بنلجأ لموضوع تضحيك الأرحاء وخاصة سفليا، بالعلوي بنلجأ لموضوع بتر الجذور وخاصة بالأنثى. طبعا كتير حالات مستطبة بهذا الموضوع. لاحظوا الحالة هي قافل مفترق جذور، أداة مكسورة، كل الاختلاطات موجودة للأسف، اهتراء، في فايبر كمان، عملنا على العلاج وضحكنا السن وهي الحالة طبعا بعد طبعا حطينا التيجان مؤقت، التيجان مؤقت لا تظهر اكريليا لا تظهر شعاعيا بعد شفاء حوالي في فوق سنتين تقريبا. لاحظ الانثقاب هاد بالمنتصف الجذر كتير لازم نراعي، هاي هي هذا اللي عم بكون يعني انا لازم نتني المبرد، لا نشتغل بداية اول ما ندخل بالاقنية المحلية، لا نشتغل بالهليستروم، نشتغل بكي فايل هو الافضل طبعا، ويكون كي فايل 10، يكون كي فايل 10. حالة مثل هي مثلا في عندي هون آفة مفترق جذور عندي هون او كبيرة، عندي ترميم املجام داخل بالآفة، نشوفها مع بعضنا تحت المجهر. لاحظ الدم اللي طلع، كان ألم شديد جدا ضاغط على المنطقة اللي حول السن. طبعا يجب تنظير تنظير الانثقاب مواجه فوق السنتين، يجب إرضاء بشكل كبير جدا. لاحظ الانثقاب فوق ال 2 ملي طبعا.
صعبة كتير وهذه ولا ثاني. سكرنا من التفلون الآفات والعيد، نكينا بدنا هو الماتريكس إجباري، المواد الحيوية الماتريكس مفضل هو الجيلفون. طبعا بعدين بنعبي المنطقة كلها MTA، المنطقة كلها MTA أو بيوميسل سيراميكس أو بيوماتيريالز، المهم بيوماتيريالز بنعبيها تماما. لاحظ بلش يجف معي الدم، روينا بالسالين، حطينا بعدين MTA كل واحد حطينا تركت التفلون شوي صغير، وبعدين بالأموال 65% من الـ MTA نحط التفلون بعدين. هاي الحالة بعد العلاج. طبعا أي انثقاب جذري هو ناتج عن إذا ما كان في امتصاصات، ما كان في أي مشاكل ناتجة عن للأسف الطبيب، طول العامل غير صحيح بيساوي شيء اسمه زيبينج او توثيق ذروي او حتى ترانسبورتيشن انثقاب او نقل ذروي، وهذا شيء مشكله كبيره جدا. لاحظ الحاله هي، لاحظ المحور الخطا هو عم يقيم الاداه مكسوره، المحور الخطا اللي فايت فيه طلعناه بعدين محور خطا، عملنا على ازاله الادوات واغلقنا هون المنطقه، وهو ضروري جدا الأمواج فوق الصوتية. لاحظ الدم لما يكون عندي منطقة ذروية بيكون انثقاب ذروي، لما يكون عندي الدم بكل السن وهي كتير مشكلة عندي إياها، بيكون الدم ناتج عن انثقاب كبير جدا. رح نحكي بموضوع الأقمعة الورقية شو بدنا مع سلالات جاية هلا إن شاء الله. برجع بقول نجاح المعالجة يعتمد على حجم وشكل العيب، الذروة مفتوحة ولا غير مفتوحة، هل ممكن إمكانية ترميم الانثقاب جراحيا سن مثل هاد. أنا عم برجع آفات ذروية كبيرة، يعني شوف شو وضع، شوف البرغي اللي صاير، كمان في عندي مشكلة بمفترق جذور أغلقناها كلها بأمواج فوق بال MTA، ولاحظ السن هاد بعد 3 سنوات وشوي الحمد لله شفاء كامل للآفات الذروية. شوفوا هالعلائم الانثقاب. هلا لما انا اشوف قمع ورقي بهذا، معناتها هو غالبا بيكون عندي الانثقاب، انثقاب بيكون ذرويا، لما يكون عندي هيك بيكون متوسط، لما يكون عندي هون بيكون تاجيا. طبعا هذا الشيء بيدلني انا على آلية العمل وآلية الانذار. لاحظ الحالة هي، لاحظ الانثقاب هون، طبعا حنشوف هون شوعيا، نحن لاحظ 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 هذا بنسميه نحن شوعيا. لاحظ هاي الحالة بقى عندي انا، الناسور كان قبل شفناه وهي السن. لاحظ الأداة مكسورة هون، لاحظ هو عم يحضر لقلب معدني الدكتور، كسر بوربات، يعني الحالة كتير كانت صعبة معقدة صراحة. أمت البربات بالخارج كان أسهل صراحة بكثير بكثير. بعدين سكرنا السن خارجيا بالـ MTA، هذا المكوى النقل الـ MTA كثير مفيد، هذا صرنا على المكسورة بالزوماكس كيت. أي مكان انثقاب اللي سكرناه من برا بدي نعبيه كمان مواد حيوية، هاي القناة حطينا قمع ورقي جواتها، كمان انتي من الداخل هي القناة صارت بعد ما أغلقنا الانثقاب من داخل الخارج.
هلا بقى بنعمل على علاج السن وحشو حراريا. هاي السن بعد العلاج، هاي السن بعد 3 سنوات تقريبا. حالة مثل هيك مبين في انثقابات، في امتصاص خارجي عندي للسن. انا بدي بشوفه انه في قناة. هو لا، هو ثلاثي الابعاد. ثلاثي الابعاد معناته في عندي امتصاص قد يكون لساني مثل ما قلنا او دهليزي. هاي السن بعد العلاج، هاي السن بعد شفاء الآفة الذرية. انثقابات جزء التاج الجذر أثناء تحضير المدخل، الأكسس كيفيتي الغلط هو اللي بسبب هذا الموضوع. أثناء إخراج إنتاج الفوهات الكاذبة للأقنية، الأورفيس أوف كانالز، يعني الفوهات الأقنية الجذرية، كثير مهم هذا الموضوع. مثل ما قلنا الانثقاب الشريطي اللي بالسلسلة التاجي للقناة الجذرية هو الأسوأ إنذارا. الأفضل إنذارا هو للمنطقة الذروية. حالة مثل هيك طبعا في امتصاص كتير كبير للسن بعد العلاج، هذا بعد شفاء العافية. طبعا لاحظ الانثقابات الجذرية الناتجة عن الالتهاب الموجود اللي كان موجود قبلها. للأسف الشديد حالة مثل هيك، يعني للأسف هذا القلب بعد اللي غير مرتبط مثل ما شفنا قبل. السكرو الموجود شو ساوى، وهذا القلب المعدني الموجود شو ساوى. لاحظ القلب المعدني اللي هو غير مندمج مع محور طول القناة. للأسف شديد يعني، يعني هذا سن يعني. انت ما فتت المريض، بيقول لك في له كم سنة. انت ما فتت المريض، انت اسأت له، سويت كسور الأسنان. لاحظ الحالة هاي، لاحظ الآفات الذروية هون. عالجنا الأقنية الحمد لله. بالمتابعة لقينا البرغي مع حشوة إكريلية للأسف الشديد. طبعا تم شفاء الآفة الذروية، لكن مثل ما بيقولوا نجحت العملية بس مات المريض. ساوينا انثقاب مفترق جذور ناتج عن السكرو الموجود اللي هو بمحور الطولي الخاطئ للسن. طبعا عملنا على العلاج الحمد لله. هي الشفاء بعد إغلاق أو بعد سد الانثقاب الجذري. طبعا عندنا قاعدة، الأسنان ذات الانثقابات الجذرية الصغيرة والمتوضعة في المنطقة الذروية وقابلة للترميم الجراحي ذات إنذار أفضل من الأسنان ذات الانثقاب الأكبر والقريبة من الجذب الثوي. وهذه الكلام اللي عم نحكيه إحنا دوما. لاحظ هالمحور طولي السن، لاحظ البرغي وين فايت، لاحظ شو ساوى ناسور صغير. طيب هذا غلط يعني، هذا في إساءة للمريض صراحة. برجع بقول هي هي الانثقاب الموجود، هي الماتريكس اللي حطيناها، هي الماتيريال اللي حطينا، البيوماتيريال اللي حطيناه، وهي بعدين بنسكر السن ب مثل ما حكينا بسكر السن ب بالقناة بالحشوة القناة. هون مثل ما سويناها سدينا، وهي هي القناة، وهي سد الانثقابات. شوية حالات سرية نناقشهم أنا وياكم. لاحظ الأداة مكسورة شو بتساوي، لاحظ حد استرداد المحور هو المشكلة عنا يا صراحة. لاحظ الإساءة بالانثقاب، لاحظ حتى استرداد القناة هو المشكلة عنا. لاحظ هذا هي كثير حالة بصراحة. أنا صورة تشخيصية، طيب أنت طلبت من الدكتور بعدين قلت له ابعث لي صورة تشخيصية. طيب صورة تشخيصية مثل هيك إذا مو اختصاصي لا تفوت فيها، فيها أنا آفة ذروية، في أنا ما اختلفنا. للأسف صار في عندي أكسس كافيتي خاطئ مع كسر أداة مكسورة، كسر أداة يعني. وهي السن بعد العلاج. لاحظ الانثقاب اللي هون صاير، غالبا هذا انثقاب نخري ناتج عن نخر كبير جائح جدا كبير. بين السن غير ما معمول فيه شيء يعني. وهي سد الانثقاب، وهي تبعها تتويج السن. متابعة هي الحالة تقريبا متابعة بعد على ما أظن شيء 3 سنوات ونصف. شوفوا هالحالة هي، للأسف اشتغل كسر أداة، حاول يطلع كسر اداه ثاني بغير قناه. انه هون عندي انا منظر مبهم، معنى حط بالك وتضحك سفلي انه يكون في قناتين. حط بوست وطلع تاج. شوفوا الادوات المكسوره جوا
وشوفوا الخراج الآفة الذروية الموجودة. حنشوفها ببعضنا شو سوينا فيها. عملنا إذا ثلاث أسوار خارج السن وكان صعب جدا صراحة حسبتنا احنا ما فينا نعملها مفصلة عن السن. في أراح أسوار داخل السن كمان شكلها عملنا على سد هالأمور كلها يا شباب أرواح وضمان ضروري بهيك حالات. أصل الماء ضروري جدا طبعا هاد بعد العلاج لحد ما اللي بعد 7 شهور لله علينا. ضروري جدا هذا الموضوع. أي حالة صراحة هوبليس كيس. لاحظ الآفة الذروية الموجودة كبيرة جدا، بس أنا حطيتها من باب الحمد لله فضل الله تم شفاء. حطيتها لمجموعة معايير. أول شيء نشوف مقاس الكالسيوم كيف تنحل مع الأيام، لنشوف أنا وياكم كيف كنا نسكر الأدوات الأقنية بالأقماع الورقية قبل سد الانسقاب. ما كنا نحط فلون، هذه حالة قديمة كتير عندي إياها. انا حطيتها كمان عشان اشوف كيف الضبط اللي عم يطلع اثناء نبض القلب. لاحظ هي الدوره الدمويه هون الارتقاب عم يطلع، هذا الموضوع كثير ضروري تشوفه. خطيت الحاله عشان سكرنا الجيل فوق طبعا بعد ما نسيب الرصاص في هذا الموضوع. هاي الحالة لاحظوها في قطعة كوتابركا طالعة برا. لاحظ مقدرة الجسم على تكيف، لاحظ كيف صار امتصاص حتى للكوتابركا الموجودة. مثل ما قلت لكم العلاج علينا، الباقي على الله مو علينا نحن، لكن علينا ناخذ بالأسباب. شوية حالات سرية أنا وياكم شفناها وبعض. طبعا يعطيكم العافية. طبعا الانتخابات كتير لقدام، في عنا يعني محاضرة ومحاضرتين تانيات انتخابات ناتجة عن الحل الجراحي لإلها. أي شيء بكون ياه التواصل معي، هي الأرقام تبعيتي الواتساب، أرقام الإيميل، صفحات الفيس، انستا، اليوتيوب، قناة. أي شيء بكون ياه بالخدمة. دكتور مازن شكرا كتير 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 على هالتنسيق الجيد صراحة. مؤتمر أكثر من رائع. بأمان من الله إنه يجعله بميزان حسناتك. شكرا كتير لك، يعطيك ألف عافية.